فهد اسكندر عبد الله جيفان بنشر اثاث منزلهم لكي يقوم تسويق الاطفال والنساء. سوف نلتقي معه في حديثنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي الكريم، أنت الآن تقوم بنشر أثاث منزلك. أي والله. شو السبب اللي خلاك تنشر أثاث المنزل؟ لا تدفئة، لا مازوت، لا ما فيش تدفئة خالص، صفر. وما بيجيك شي دعم من الإغاثة ولا؟ لا رابطات، لا إشي، لا إغاثة ولا إشي. إن رب العالمين. ثم هالملابن، هالشبابيك، هالبواب، و الله لا الله احسن شيء. الله بعين، الله بعين، الله خير لهم.